لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يعني إيه بر في اللغة العربية؟ البر من مادة الباء والراء، ومادة الباء والراء في اللغة تفيد السعة والاتساع. هنلاقي مثلا كلمة بر يعني الأرض المتسعة والممتدة، وكذلك كلمة بحر. والبر هو اسم جامع لكل أنواع الخير والطاعات، ولذلك كان أمر الله تعالى لنا ببر الوالدين، أي تقديم كل أنواع الخير لهما. فالبر هو أعلى درجات العطاء الإنساني، وكل مسلم سلك طريق البر بإخلاص فهو بار، وإن الأبرار لفي نعيم. أما الكافر الذي يسلك طريق البر وإن أنفق ملء السماوات والأرض ذهبا، قد ينفعه ذلك في الدنيا ويخلد اسمه أو يكرم، ولكن لا ينفعه ذلك في الآخرة إن مات على الكفر. لن تنالوا وتدركوا البر وتبلغوا الجنة إن لم تنفقوا مما تحبون من أموالكم. أجل، لن ننال البر حتى ننفق مما نحب، أي من بعض ما نحب، لأننا لو أنفقنا كل ما نحب لن نجد ما ننفق به على أنفسنا وعلى من نعول. ومن رحمة الله تعالى أن أفضل أنواع البر على الإطلاق يكون بالإنفاق على الأهل والأقرباء والرحم، وأي شيء تتصدق به مهما كان قليلا أو كثيرا فإن الله به عليم. وليس العبرة في الإنفاق بالكم، ولكن لابد من نية صالحة وإخلاص لله تعالى. ده التفسير أو الجانب النظري للآية الكريمة، ولكن هناك ما هو الأهم، هناك التطبيق من الصحابة الكرام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فلما نزلت تلك الآية الكريمة بادر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالعمل بها، ويكفينا أن نشير إلى بعض النماذج. كان الصحابي الجليل عبد الله بن أبي طلحة أكثر أهل المدينة نخلا، وكان أحب بستان إلى نفسه بستان يسمى بيرحاء أو بيرحاء، وكان أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل إلى ذاك البستان ويشرب من مائه الطيب. فلما نزلت تلك الآية الكريمة قام أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، فإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها بين أقاربه وبني عمه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أما عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع تلك الآية الكريمة بادر وأعتق مولاه نافع، وكان عبد الله بن جعفر يريد شراءه بـ1000 دينار، وأعتق أيضا جارية،
كان يحبها كثيرا، وكان من الممكن أن يتزوجها بعد أن أعتقها، ولكنه قال: لولا أن ذلك يقدح في عتقها لتزوجتها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وكان لزيد بن حارثة فرسا يحبه حبا جما اسمه سبل، فلما سمع تلك الآية الكريمة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاك الفرس وقال: يا رسول الله، أنت تعلم حبي لفرسي وإنه في سبيل الله. فأخذه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بأسامة بن زيد وأركبه الفرس. قال زيد: فوجدت في نفسي. وقال: يا رسول الله، أنا أردت أن أجعل الفرس في سبيل الله، وأنت تعطي الفرس لابني ليركبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أن الله قبله منك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال الحسن البصري: كل شيء أنفقه المسلم من ماله يبتغي به وجه الله وثوابه حتى التمرة يدخل في تلك الآية. وقال أيضا: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تدركون ما تؤملون إلا بالصبر على ما تكرهون. والآن جاء دوري ودورك، فماذا نحن فاعلون؟ جزاكم الله خيرا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.